صباح الخير، اسمي رجل ياس، أنا معلم إلكترونيكا. اليوم الدرس تبعنا بده يكون حل أسئلة بموضوع الزرم حلوفين، اللي هي الدائرة اللي فيها مصدر متردد. الدوائر اللي بدنا نحلها هي موصلة على التوالي، اللي فيها مقاومة مع مكثف أو مقاومة مع ملف، أو إنه الثلاثة مع بعض، المقاومة مع المكثف مع الملف. السؤال الأول اللي هو في الدائرة RC على التوالي. بالسؤال في عنا رسمي RC على التوالي ومع مصدر VS اللي هو مصدر متغير، ومعطي معانا التعبير للمتح للتوتر تبع الـ VS، ومعطي معانا كمان المعادلة تبعت التيار اللحظي اللي هو بالدائرة تبعتنا. طبعا المعامل تبع دالة الساين هو اللي بنسميه القيمة الامبليتود، اللي هو 180 ضرب جذر 2، والاي ام اللي هي كمان الامبليتود تبعت التيار هو 10 ضرب جذر 2. مطلوب مننا انه نحسب القيمة تبعت المقاومة الار، هنا شو مش مبينة بس هاي ار هنا، والقيمة تبعت المكثف السي. من المعطيات المعانا احنا ممكن نحسب قديش الامبيدانس العكفة اللي زد يساوي في على اي، بس طبعا بدنا نكتب قديش القيمة الار ام اس الافكتيف، وعشان نكتب القيمة الافكتيف احنا بنقسم على جذر 2 وبنقسم كمان هون على جذر 2. بالحالة هاي ما كانش في حاجة انه اقسم قيمة التوتر على جذر 2 وقيمة التيار الكهربائي على جذر 2، لانه زي ما شايفين هون اذا بقسم جذر 2 مع جذر 2 هني بيختصروا، وبنحصل انه الزد يساوي 18 اوم اللي هي العكفاء الامبيدانس. طبعا وحدات هي بالاوم. فاذا المحصلة تبعت المقاومة R والمكثف اللي هو الاكس سي تبعه اللي بنسميه احنا الهيجيف الكبال تساوي 18. عشان نحسب قديش الزاوية اللي بيناتهن، فاذا الزاوية هي نحسبها زاوية التوتر اللي هي 30 ناقص الزاوية تبعت التيار الكهرباء اللي هي 66.87. لما نطرحها من بعض بيطلع معانا انه زاوية المفاع تساوي ناقص 36.87، وهون بنشوف انه الزاوية هي سالبي، وواضح جدا انه الزاوية سالبي بين 0 لناقص 90، لانه في عندي مع المقاومة في عنا المكثف. بنكمل عشان نشوف كيف بنحسب القيمة تبعت المقاومة. نستعين بالمثلث هذا اللي بنسميه المثلث تبعت العكفوت الامبيدانس، اللي دائما بنرسم فيه المقاومة بزاوية صفر اللي هي أفقية، وبما انه المكثف زي ما شفنا انه هو بيؤدي انه الزاوية تكون سالبي، فاذا المثلث بيكون لتحت، وهذا الضلع نرمز له بالاكس سي، وطبعا الزاوية هون بنات 90، فاذا بتحقق كمان هون الفيثاغورس، القانون تبع فيثاغورس، وممكن نستعمل كمان العلاقات تبعت الساين والكوساين. فاذا هذا هو اللي بنسميه احنا مشولاش العكفوت الامبيدانس. حسب المثلث احنا ممكن نكتب العلاقات، الار على زد بنطيني الكوساين تبع الزاوية، وممكن نكتب انه الار يساوي زد في كوساين الفي،
منعوض بيطلع انه القيمه 14.4 اوم. ومن القانون تبع فيثاغورس بنكتبه بهذا الشكل، هو الار تربيع زائد اكس تربيع يساوي زد تربيع، وممكن كمان يساوي زد تربيع ناقص ار تربيع تحت الجذر يساوي اكس زي ما كتبنا هون. منعوض تطلع القيمه اكس يساوي 10.8 اوم، بينما احنا بدنا القيمه تبعت المكثف. فاذا الاكس يساوي حسب القانون 1 على اوميجا سي، الاوميجا كان معطي معانا بالسؤال اللي هو 314 راديان للسكند. نعوض الاكس سي 10.8 والاوميجا 314، بيطلع معانا انه المكثف القيمه تبعته 294.88 ميكرو فراد. السؤال الثاني، السؤال الثاني معنا كمان دائري، معنا كمان دائري اللي فيها التوصيل على التوالي، بس هالمرة في عنا المقاومة مع الملف موصلين على التوالي، ومعطينا انه التردد الزاوي تبع المصدر هو اوميجا 2000 راديان للسكند، 1000 راديان للسكند. ومعطي معنا كمان القيمة اللي هي افكتيف للطيار اللي كمان بنرمزنا RMS، اللي هي نفس الشيء زي القيمة تبعت الإفكتيف. إنه الآي RMS هي نفسها الآي إفكتيف، وهي تساوي الاي ام على جذر التنين. ها هي الاي ام الامبليتودا اللي هي كمان بنقولها بالعبراني تنوفا. هون معطيني قيمه التوتر في ال ماكس، عشان هيك احنا لازم نقسمه على جذر التنين عشان نلاقي القيمه اللي هي افكتيف. لما نقسم بيطلع 10 على جذر التنين بيطلع 7.071 فولت. مهم جدا انه لما احنا بنستعمل القوانين انه نستعمل دائما نفس القيم، المقصود انه نستعمل بقوانين هن القيم الافكتيف اللي بنسميهن كمان اليعيل. فاذا هنا معطي معاي الافكتيف تبع التيار، هنا مش معطي معاي الإفكتيف، معطي معاي الأمبليتودا اللي هو ماكس، عشان هيك قسمناه على جذر التنين عشان نحصل على التوتر بالقيمة الإفكتيف. ولما بنقسم ساعتها حسب قانون أوم التوتر تبع الملف على التيار اللي بمر فيه بنحصل على الإكس إل. فإذن احنا حصلنا على ال V effective للملف يساوي 7.071 فولت، وال I effective كم معطي معي هاي للملف، معطي معانا انه هو 0.707 أمبير. فإذا الـ XL يساوي الـ VL effective على I effective، ويساوي 7.071 على 0.707، بيطلع بالتقريب 10 أوم. من جهة تانية نعرف إنه العلاقة XL يساوي أوميجا L، والأوميجا كان معطي معاي إنه 1000 ضرب L. نعوض هنا 10 يساوي 1000 L، نحصل إنه
ال L يساوي الهشرقوط تبعت الملف تساوي 10 على 1000 بيطلع 10 ملي هنري. فإذا حسبنا قديش القيمة تبعت L، بقي بالسؤال بطلب منا نحسب القيمة تبعت المصدر. ممكن مستعمل لكان نفس الصفحة بس نغير اللون. ممكن نحسب انه الزد يساوي حسب فيثاغورس الار تربيع زائد اكس ال تربيع ويساوي 10 تربيع زائد 10 تربيع تحت الجذر بيطلع 14.14 اوم. 4 2 ممكن هاي الزد والفي يساوي اي اللي معطي معانا ضرب الزد اللي لسه حسبناها 0.707 ضرب 14.14 بيطلع معانا انه الفي يساوي 10 فولت. هذا الفي اس قيمة المصدر. فإذا قيمة المصدر هذا كان لازم نحسبه حسبناه. طبعا إنه القيمة اللي نحسبها هي القيمة الإفكتيف، وفيش حاجة نسجل جنبها إنه هي الإفكتيف. إذا كان طالبين منا نحسب الامبليتود تبعتها عاد نضربها في جذر التنين. السؤال الثالث، السؤال الثالث كمان معطي معانا مقاومة ومكثف على التوالي. هون أعطونا كمان التيار اللي هو الإفكتيف 2 أمبير، معطي معانا القيمة تبعت المصدر 230 فولت، ومكتوب هنا كمان RMS اللي هو المقصود يعني effective، يعني VS اللي هي effective يساوي 230 فولت، والتردد F يساوي 50 هرتز. زي من هون ممكن نحسب كمان قديش الأوميجا اللي هي 2 باي F، بيطلع الأوميجا يساوي 2 باي في 50 اللي هو 100 باي بوحدات راديان على سكند. طيب تعال نشوف بالسؤال ايش مطلوب. البند الاول انه بدنا نحسب قديش العكفاء زد الامبيدانس. طبعا حسب قانون اوم لما معطي معانا قديش قيمة التوتر ومعطي معانا قديش القيمة تبعت التيار، طبعا احنا منتبهين ان القيم هاي هي نفس القيم المقصود انه هن التنتين effective مش واحدة amplitude والتاني effective. فاذا لما بنقسم حسب قانون اوم بنحصل على الزد، وبطلب مني كمان احسب قديش الزاوية بين التوتر وبين التيار اللي احنا بنسميها زاوية المفاعة للمعقال. لسه بنشوف كيف بيتم حساب هاي الزاوية، وبعدين منكمل بقية البنود اللي نحسب قديش قيمة المكثف والتوتر على المكثف وعلى المقاومة. فإذا من بعد ما حسبنا ان الأوميجا يساوي 100 باي راديان على سكند، ممكن كمان نعود محل باي، ممكن كمان نخليها 100 باي. بألف قلنا انه الزد يساوي في على اي قيم افكتيف اللي هي 230 على 2 ويساوي 115 اوم. انا بفضل دائما انه احنا نرسم المثلث
اللي بيكون اهون لي اشوف الامور. هذا مشولاش العكفوت, هاي الار, هاي الاكس تي, هاي الزاويه اللي بدنا نحسبها, وهذا هو الزد, وهذا هون الزاويه 90. عشان نحسب الزاويه احنا معروف معنا الزد اللي لقيناه هو 115 شرق اوم, ومعطي معانا كمان انه المقاومة ار هي تساوي 20 اوم. فاذا من العلاقة انه الكوساين في يساوي ار على زد, فاذا الزاوية في تساوي كوساين ناقص واحد R على Z, وتساوي كوساين ناقص واحد 20 على 115, ونحصل انه الزاوية تساوي 79.87. بس واضح جدا انه الزاوية هي سالبي, ممكن انه اضيف لها الناقص او انه اكون احط الناقص من هون من قبلها. فضل انه نزيد انه الزاوية هي ناقص 79.78. طيب ممكن كمان احط هون ناقص قبلها, او احسبها بالقيمة الموجبة وبعدين منزيد الناقص, لانه واضح جدا انه الزاوية هي لتحت, ننساش الاشارة تبع الدرجة. فإذا حسبنا قديش الزد الامبيدانس وقديش الزاوية, زاوية المفاع. البند اللي بعده بطلب مننا نحسب قديش السي. طبعا من المثلث ممكن اتعامل مع العلاقة تبعت الساين, او فيثاغورس, ناخد فيثاغورس شو بيساوي, انه زد تربيع يساوي ار تربيع زد اكس سي تربيع. من هنا الاكس سي يساوي الجذر التربيعي لزد تربيع ناقص ار تربيع, يساوي 115 تربيع ناقص 20 تربيع تحت الجذر. وبيطلع معانا انه الاكس سي 113.25 اوم, ونعرف انه الاكس سي يساوي 1 على اوميجا سي, ويساوي 1 على الأوميجا هي هون 100 باي في سي, وطبعا هاي منعوضها هون اللي هي 113.25, نحصل انه السي يساوي 28.11 ميكرو فراد. بعدين حسبنا هون قديش قيمة المكثف, المكثف طلع 28.11 ميكرو فراد. بقينا نحسب التوتر على المكثف الفي سي, وكمان التوتر المتح على المقاومة ار. هاي الفرع جيميل جيم. بما انه احنا حسب حوك اوم معطي معانا الاي والاكس سي لقيناها, فاذا منعوض 2 ضرب 113.25 بيطلع 226.5 فولت. نفس الشكل يعني نفس القانون, حوك قانون اوم, الفي ار يساوي بما انه على التوالي فاذا هو نفس التيار, ضرب المقاومة 2 ضرب 20, نحصل على انه في ار يساوي 40 فولت. ممكن كمان احنا نفحص انه الاجوبه تبعتنا صح, انه ناخذ الفي ار تربيع زائد الفي سي تربيع, لازم يعطينا قديش الفي اس تربيع المصدر. ممكن هاي كمان نفحص انه العلاقه هاي موجوده, نتاكد من الاجوبه تبعتنا. والبند الاخير اللي هو بده جرام سبيك, المعادلة هي كوسينوس في يساوي, بما انه لقينا الزاوية اللي هي 79 او ناقص, هون بفرقش لانه
الدالي تبعت الكوساين هي دالي زوجية 79.98 بيطلع انه 0.174 طبعا بدون وحدات. وهيك بنكون السؤال الثالث حلينا كل البنود تبعته ونطلع لاستراحة 10 دقائق وبعدها منعود منحل الأسئلة اللي بقيت.
عدنا السؤال الرابع هو الدائرة فيها المقاومة، فيها مقاومة، فيها مكثف، وفيها كمان ملف. طبعا ننتبه انه الزاوية تبعت الملف المقصود بتكون بزاوية 90 والمكثف بيكون بزاوية ناقص 90. عشان هيك لما نجمعهم مع بعض فعليا احنا بنساوي عملية طرح بيناتهم، وحسب مين الأكبر ممكن نحصل على انه الزاوية تكون زائد 90 وناقص 90، ومنكمل نتعامل معاهن زي ما شفنا بالأسئلة اللي كانت من قبل، يعني زي لما كان عندي المكثف أو انه بكون عندي الملف. معطي معانا هنا التوتر اللحظي اللي هو VS يساوي 100 ضرب جذر 2. الأوميجا معطي معانا هنا 1000 راديان للسكند من المعادلة، ومطلوب بالأول نحسب قديش الهجيف تبع السليل اللي هو XL، والXC تبع المكثف، والإمبيدانس العكفاء Z، طبعا الزاوية اللي بين التوتر والزيرم تبع الدائرة اللي احنا بنسميها زاوية المفاعم. فإذا من المعطيات هنا نكتب انه الC تساوي 250 ميكرو فراد، والL يساوي 12 ملي هنري. هون عشان نحسب الXC هي تساوي 1 على أوميجا C ويساوي 1 على 1000 في 250، الميكرو هي 10 ناقص 6، بيطلع معانا انه هاي تساوي 4 اوم. فاذا هيك حسبنا قديش الاكس سي، طلع معانا 4 اوم. نحسب كمان اسا الاكس ال اللي هي بتساوي اوميجا ال، منعوض 1000 في 12 ملي اللي هي 10 ناقص 6 3، بيطلع معانا انه الاكس ال يساوي 12 اوم. فاذا حسبنا قديش احنا الاكس سي وحسبنا الاكس ال، اوكي، والار معطي معانا. فاذا اسا احنا ممكن نحسب قديش العكفاء زد اللي هو الامبيدنس. اذا زد يساوي الجذر التربيعي للار تربيع زائد المحصلة تبعتين زي ما حكينا ان هو طرحين، لانه واحد مع زاوية زائد 90 وواحد مع زاوية ناقص 90. للتوضيح هذا هو هون الار، هون الاكس سي اسف اكس ال هو 12 اوم، هون الاكس سي هو 4 اوم. المحصلة تبعتهن، استعمل لون تاني، المحصلة تبعتهن هي طرحن، عشان هيك بطلع معانا هون انه هو الاكس يساوي 12 ناقص 4 اللي هو 8 اوم. ولما نجمع المقاومة ار مع المحصلة تبعت الهجفيم الاكس نحصل على المثلث هذا، هذا هو الزد. عشان هيك هون طرحنا XL ناقص XC اللي هي هاي، وحسب فيثاغورس سوينا الار تربيع زائد المحصلة تبعت الـ XL والـ XC تربيع، منعوض ونحصل على 6 تربيع زائد 8 تربيع تحت الجذر، بيطلع معانا انه هو 10 اوم. بعنا نحسب قديش الزاوية، طبعا من المثلث هذا ممكن نحسب الزاوية، الزاوية تساوي تانجنت ناقص 1 ل x على r، وتانجنت ناقص 1 ل 8 على 6، بيطلع معنا 53.13. فإذا هيك خلصنا البند الأولاني.
البند الثاني كمان هذا هو طبعا نرتبه بشكل آخر بالصفحة اللي بعدها نأخذ هيك هذا هو الار هاي زاوية 90 هذا هو اكس ال ناقص اكس سي ويساوي 8 اوم الار 6 اوم الزاوية 53.13 وهذا الزد اللي هو 10 اوم هذا الفرع ب البند اللي بعده بطلب منا ان نحسب التيار هزيرم هي عيل بمعقال مقصود القيمه الافكتيف تبع التيار طبعا هسه هون بنستعمل احنا قانون اوم بس ننتبه انه هاي القيمه هي الامبليتود بدنا نقسمها على جذر الاثنين يعني بيطلع معنا 100 اللي هي القيمه الافكتيف وهنا كمان بنحصل على التيار الافكتيف فاذا V يساوي 100 ضرب جذر التنين على جذر التنين عشان نلاقي الإفكتيف بيطلع معنا 100 فولت الآي حسب قانون أوم يساوي V على Z ويساوي 100 على 10 بيطلع معنا 10 أمبير الفرع الأخير بطلب انه نحسب قديش التوتر اليعيل الافكتيفي يعني الافكتيف على المقاومة وعلى الملف وعلى المكثف ونفحص انه بتحقق القانون تبع كي في ال بالنسبة لمجموع التوترات او الامتحيم على الثلاث رخفيم اللي هن الار والاكس سي والاكس ال انه يساوي للتوتر تبع المصدر فإذا حسب قانون أوم استعمل لون ثاني اللون الأخضر ال VR يساوي I في R ويساوي 10 في 6 60 فولت ال VL يساوي I في XL كمان قانون أوم يساوي 10 في 120 فولت والبي سي يساوي اي في اكس سي ويساوي 10 في 4 ويساوي 40 فولت والفحص انه كي في ال بديكات كي في ال الفحص لكي في ال انه بتحقق انه هل الفي اس تربيع يساوي VR تربيع زائد VL ناقص VC زي ما سوينا بالنسبة للجيفين بالمثلث العكفوت ونفس الشيء بنطرح VL ناقص VC والمحصلة تبعتهن هي بتكون زي ما عندنا هنا المحصلة انه هاي بتنطينا الضلع بالمثلث والفي ار هو بيكون هذا والفي اس هو بيكون المحصلة تبعتين وطبعا بنحصل على نفس الزاوية نفحص 100 تربيع يساوي 60 تربيع زائد 120 ناقص 40 تربيع هاي 80 تربيع بيطلع انه 100 تربيع يساوي 100 تربيع فإذا الفحص مظبوط وهيك متأكدنا انه فيش عندنا غلطات بالحساب السؤال الخامس هو السؤال الأخير السؤال الأخير هنا كمان فيه مقاومة وفيه كمان الملف وفيه كمان المكثف شوي السؤال هذا يختلف عن الأسئلة السابقة انه هنا
בסואל דחלנה אג'הזה לקיאס التوتر اللي هو المتح هذا اللي بنسميه احنا ماد متح او جهاز لقياس التوتر وطبعا بيتم توصيله على التوازي عشان هو بيقيس التوتر او المتح بين نقطتين والجهاز اللي مكتوب عليه ايه هو الامبرمتر وبيتم توصيله بالتوالي للدائري او للفرع اللي بدنا نقيس قديش التيار الكهربائي تبعه بالسؤال معطينا انه هريات مدى متح يعني قديش بشير جهاز لقياس المتح قديش بشير 1.6 فولت زين هاي معناتها انه التوتر على المكثف هو 1.6 فولت ليش؟ لانه جهاز قياس التوتر المتح هو موصل على التوازي بس للمكثف عشان هيك بس بقيس التوتر المتح تبع المكثف التيار اللي بيقيسه جهاز اللي بنسميه امبير متر هو 80 ملي امبير ننتبه هون كمان للوحدات 80 ملي امبير هو نفس التيار اللي بمر بالمقاومه بكمل بالملف وبكمل بالمكثف طبعا هنا التيار بتفرعش لانه الجهاز لقياس المتح المقاومه تبعته بتكون كبيره جدا جدا اللي هي الى ما لا نهايه عشان هيك بمرش من خلالها تيار فاذا كل التيار اللي بيجي من جهه الملف كلياته بكمل بالمكثف ولا اي قسم بمر بالجهاز لقياس التوتر فاذا حسبنا او معطي معنا انه الفي سي يساوي 1.6 فولت ومعطي معنا انه كمان المصدر هو 8 فولت طبعا هاي قيمه الافكتيف والتردد اف معطي معنا هو 100 هرتز اذا بدنا نلاقي الاوميجا هي 2 باي في اف وهي 2 باي في 100 وتساوي 200 باي راديان على سكند طبعا ممكن كمان نعوض محل باي 3.14 بس انا بفضل اخليها 200 باي اهون للتعامل معها طيب بالسؤال بطلب انه نحسب قديش الهيجيف تبع الكبال مقصود الاكس سي وكمان قديش السعة تبعت المكثف السي طيب فاذا حسب قانون اوم الاي معطي معانا 0.08 امبير اللي هي 80 ملي امبير حسب قانون اوم الاكس سي يساوي في سي على الاي لانه هذا هو هون الاكس سي ويساوي التوتر في سي اللي معطي معي 1.6 على قيمة التيار اللي بمر بالمكثف نقسم 1.6 على 0.08 ونحصل على انه الاكس سي يساوي 20 اوم طبعا حسب المعادلة تبعت اكس سي اللي هي 1 على اوميجا سي او هات الاكس سي يساوي 1 على اوميجا سي من هنا السي يساوي 1 على اوميجا ضرب اكس سي بنعوض 1 على 200 باي ضرب الاكس سي 20 نحصل انه السعة تبعت المكثف السي تساوي 79.58 ميكرو فراد هاي السعة تبعت المكثف هيك بنكون خلصنا البند ألف وإسا بطلب منا نحسب قديش العكفاء الإمبيدانس تبع الدائري وكمان الزاوي أوكي
ها هي الدائرة تبعتنا. طبعا الاكس تي احنا حسبناها 20 اوم، الار نعرفهاش، الاكس ال ممكن نحسبها، بس احنا مش شرط انه نستعمل المثلث تبع العكفوت. ممكن احنا نستعمل قانون اوم لما معطي معاي التوتر تبع المصدر، ومعطي معاي كمان قديش التيار. فاذا زد يساوي في على اي، ويساوي 8 على 0.08، وبنحصل انه الزد يساوي 100 اوم. اوكي، اسا الزاوية عشان نحسبها احنا بحاجة انه نحسب قديش الاكس ال اللي هي اوميجا ال تساوي 200 باي ضرب 127.32 ملي، العشرة تكون ناقص 3، والاكس ال تنتج عنا انه هو 80 اوم. حسب المثلث انه هذا اكس ال ناقص اكس سي 80 ناقص 20 يساوي 60 اوم، والار معطي معانا بدنا نحسب الار، الزد لقينا 100. اذا احنا بنحصل من العلاقه تبعت الساين انه الزاويه فيه يساوي ساين ناقص 1 ل الضلع اكس ال ناقص اكس سي على زد. بنعوض 60 على 100، تطلع معنا الزاوية 36.87. طبعا عشان نحسب المقاومة تقريبا من المثلث نستعمل فيثاغورس، او ممكن كمان بالعلاقات تبعون الكوساين نشوف احنا انه الار تساوي كوساين او زد ضرب كوساين الزاوية، ويساوي 100 ضرب كوساين 36.87، ونحصل انه الار يساوي 80 اوم. الفرع الاخير الفرع الاخير هنا هذا اكتر بالناحية العملية، لما احنا في عنا السكوب اللي منشوف عليه الشكل تبع التوتر اللحظي هو الميتح الرجعي اللي هو على شكل دالة الساين، وبطلب مننا هون انه نرسم بقياس ملائم ونحط قديش القيمة او نعين القيمة تبعت كل ديف، كل مربع، كل مشبات ست. اللي رسم نرسم هون هيك، بما انه الفي اس كان 10 فولت هاي القيمة الافكتيف، فاذا الامبليتود بدها تكون 10 ضرب جذر 2، وبيطلع معانا قديش ال مش 10 8 اسف 8 القيمة معطي معانا 8 ضرب جذر 2 بيطلع 11.314 فولت. اذا بناخذ كل مربع هو عبارة عن 5 فولت للديف، يعني هذا المربع هنا كل مربع القيمة تبعته 5 فولت للديف، فإذا احنا بنحكي على البيك تو بيك هو يساوي مرتين ال في اس ام اللي هو بيطلع 22.628 بالتقريب. فإذا بدنا نقسمها على 5، هاي بدنا نقسمها على 5، فإذا تقريبا عندنا 4 مربعات ونص. فإذا بنعد احنا من هون ل
هون عندنا 1 2 3 4 مربعات كاملات، وهاي بدها تكون تقريبا ربع هون، وهاي تكون ربع، وبتكون هيك تقريبا هذا الشكل. او ما نقول انه تقريبا الخط اللون الاحمر هو كمان ملائم. بقي عندنا نعرف قديش القيمة تبعت الخط للفترة الزمنية، وبما انه طلع معانا معطي معانا انه الاف 100، فاذا التي يساوي 1 على اف هو يساوي 1 على 100، بيطلع كان نكتبها التي 1 على 100 ويساوي 10 ملي سكند. اذا بناخذ كل ديف شوي الألم، الديف هو 2 ملي سكند، فإذا بدي أنا 5 مربعات للدورة، فإذا 1 2 3 4 5. زي ما شفنا إنه ممكن كمان نخلي الخط الأحمر، أو ممكن إن ننزله تحت شوي صغيرة، أما هذا هو الشكل اللي بنحصل عليه. وطبعا للمحور تبع الزمن لكل مربع هو القيمة تبعته 2 ملي سكند، وبالنسبة للتوتر المتح كل مربع القيمة تبعته 5 فولت للديف، يعني هاد هيك وهاد هيك. وهيك بكون انهينا حل السؤال هذا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.